السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كاين هاد 2000 متر في النواحي ديال 3 ولاد حمدان بعيدة من جديدة ب 28 كيلومتر كما كتشوفوا الضوء والماء فيها. جيت على واحد الطريق بيضة اللي هي كولا على شكل كودرون، الحدود هما هادو بالنسبة للبقعة مربعة، الضوء كاين فيها اللهم بارك. بعيدة من كازا بمية كيلومتر هي هادي. بالنسبة للسكان حداها كلشي حداها اللهم بارك. مربعة البقعة مزيانة بالنسبة للإنسان اللي باغي يسكن اللي باغي البادية، الحدود هما هادو كاملين غادي مع السطارة السطارة حتى للخر. كما قلت لكم فيها شي جوج خدامة بالنسبة للوثائق تيتر فرنسي محفظة، جات في واحد المنطقة مهزوزة اللهم بارك. السكن حداك، المسجد حداك. بالنسبة لأخو الثمن الإخوان مولاها كيطلب 12 مليون قابل للنقاش، هي هادي. كما قلت لكم السكان حداها، المسجد اللهم بارك، وجات في واحد المنطقة مهزوزة. اللي بغى يشوف التليفون تلقاوه في الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. والمنطقة في اقليم جديد، اقليم جديدة. يا رب تبارك عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.